السلام عليكم أعزائي طلاب المرحلة الثالثة قسم هندسة الكهرباء. نكمل محاضرتنا لهذا اليوم في مادة الكنترول المحاضرة الثالثة. راح نتناول بها الشابتر الثاني، راح ناخذ قسم يعني من الشابتر الثاني هو المودلينج اوف الكنترول سيستم. مثل ما نعرف ان موضوعنا اللي هو ماثيماتيكال مودلينج اوف الكنترول سيستم. انا عندي عده انواع من الفيزيكال سيستم اللي هي الميكانيكال، الكتريكال، الكترونكس، الثيرمال، الكيميكال سيستمز. راح نركز هنا على الميكانيكال والالكتريكال سيستم. فهنا نذكر بالبدايه شنو هو الماثيماتيكال مودلينج اوف الكنترول سيستم. ماثيماتيكال مودلينج يعني هو نمط رياضي راح اسوي، يعني انا اي سيستم ينطيني اياه لازم احول احول الاكويجن حتى اقدر احله. فهنا انا راح احول، يعني هو يقصد بها، اقصد ماثيماتيكال مودلينج اوف الكنترول سيستم يقصد بها عمليه ارسم بها البلوك دايجرام لاي سيستم ينطيني اياه حتى اعرف البيرفورمانس واعرف الترانسفير فانكشن اللي يطلبها. فهنا مثل ما ذكرت راح اخذ الميكانيكال اند الالكتريكال سيستمز ونوصل للانالوجيز بتوين ميكانيكال اند الالكتريكال، يعني التشابه اللي يكون بيناتهم. فراح اتطرق بالبدايه على الماثيماتيكال موديلنج اوف الميكانيكال سيستمز. عندي نوعين من الميكانيكال سيستم، نوع اللي يكون لينير زين، والنوع الثاني يكون روتيشنال. يعني النوع الاول لينير يكون خطي وروتيشنال يكون دوري. طبعا كل نوع راح يكون عندي له فد بارامترات خاصه بي وفاريبلز ايضا خاصه بي. فباللينير ميكانيكال تايب اوف سيستم عندي ثلاث فاريبلز اللي هي الفورس، ماخذيها احنا الفورس معناها القوه نرمزها بالرمز اف، الفيلوسيتي معناها السرعه نرمزها بالرمز في، linear displacement هنا الإزاحة أو المسافة الخطية رمزها بالرمز X. أيضا عندي ثلاث بارامترات، يعني بأي يعني حركة أو جسم راح يتحرك، احنا مثل ما ذكرنا حركة يا إما تكون خطية أو تكون دورية، وراح يتكون ثلاث يعني منظومات أو ثلاث مكونات اللي هي الماس اللي هي الكتلة نرمز لها M، والكوفيشنت اوف الفيسكس فراكشن يعني معامل الاحتكاك ارمزها بالرمز B، والسبرنج كونستانت ارمز له بالرمز كي. هذا وين باللينير ميكانيكال تايب اوف سيستم. اجي بالروتيشنال ميكانيكال تايب. بالروتيشنال ايش راح يكون عندي هنا؟ راح يكون عندي التورك اللي هو العزم. انا اذا من اذكر كلمه عزم، عزم القصور الذاتي، فهو يعتمد على قانون نيوتن، يقول الجسم المتحرك يبقى متحرك ما لم تؤثر به قوى خارجيه، والجسم الساكن يبقى ساكن ما لم تؤثر به قوة خارجية. فهنا التورك العزم أرمز له بالرمز تي. الأنجلر فيلوسيتي يعني السرعة الزاوية أرمز لها بالرمز أوميجا أو دبليو. الأنجلر ديسبليسمنت المسافة أو الإزاحة الزاوية أرمز لها بالرمز ثيتا. تطلع لي أيضا بارامترات اثنين، المومنت أوف الإنيرشيا اللي هو جي أرمز له، والكوفيشنت فيسكس راح أرمز له بالرمز بي. زين هاي راح اشوف شنو يعني احفظها، لا اريد اعرف وين استخدمها، من راح ناخذ الامثله ونتعلم عليها راح نعرف شنو يقصد بها وشلون راح يعني اعرف كل وحده شلون اشتق القانون مالتها. فننتقل للسلايد اللي بعده. الميكانيكال سيستمز احنا ذكرنا اي سيستم ميكانيكي راح يتكون من ثلاث منظومات او ثلاث مكونات لهاي الانظمه. ذكرت اللي هي راح تتكون من الماس اللي هي الكتله رمزناها بالرمز ام. يتكون ايضا من الدامبر، الدامبر هذا كانه راح يعيق الحركه او شيء يوقف الحركه، وايضا من السبرنج. فلما ما اجي للسبرنج بالميكانيكال سيستم، اذا اخذت السبرنج راح يجيني امثله مذكور بها السبرنج، وراح يقول لك مثلا هو بحركه خطيه او دوريه، فاذا خطيه انا حافظ القانون مالته، واذا دوريه ايضا حافظ القانون مالته. زين. فاذا كان اول شيء طبعا احنا ذاكرين هنا an elastic element يعني العنصر المرن is assumed to produce within an extension proportional to the force راح يتناسب ويا من ويا القوة اللي مطبقة عليه. راح يطلع لي هنا يعني كل يعني فد شيء اسلط عليه قوة هذا الجسم نفسه راح يعطيني قوة تكون معاكسة. فأجي بالنسبة للحالة الأولى اللي هو السبرنج اللي راح ناخذه، السبرنج هذا شكله زين ويكون دائما الى ثابت سميناه كي. فاخذه بالحاله الاولى اللي هي الترانستيشنال سبرنج او اللينير سبرنج اسميها. فاذا انطاني السبرنج فانا اقول الفورس مالت الاف اوف تي راح يساوي الثابت اللي هو الكي في الدي اكس او اكس. اكس اللي احنا قلنا عليها المسافه، او دي اكس ليش؟
هنا ذكرت دي اكس ان عندي راح يكون اذا قطع هو انا سلطت قوه وراح يتحرك مسافه ايضا من هاي الجهه راح يتحرك مسافه، فصار هنا عندي مسافتين موجوده فقلنا دي اكس. زين فاذا قانون الاف اوف تي يساوينا كيف الدي اكس او كيف الاكس نفس الشيء. زين فاذا اذا احول هاللابلاس ترانسفورم اوف اوف اس راح نصير الكي ثابت. هنا احنا قلنا اكس نفس الشيء اذا قلت اكس او دي اكس اذا كانت يعني مثل اكس 1 ناقص اكس 2 او مرات اكس 2 ناقص اكس 1 فاذا هي شنو اكس اوف اس. اوكي يعني هنا انا ما اقصد بها ترى مشتقه وانما شنو قيمه متغيره. فاذا اف اوف اس على الاكس اوف اس يساوي الثابت اللي هو كي. هذا وين عندي باللينير بالحاله الاولى اللي هي اللينير راح يساوي ان الكي في الاكس فقط. زين انتقل للي بعده اللي هو الروتيشنال سبرينج. انا اذا عندي هذا السبرينج وراح اسوي له يعني فالدوران يدور راح يقطع هنا شنو راح يقطع عندي مسافه راح يقطع عندي مسافه هنا زاويه. فاذا يعني وبعزم يكون مسلط عليه فاذا التورك راح يساوي لنا كي في الدي ثيتا او الثيتا. زين نفس الشيء احوله لللابلاس ترانسفورم صار تي اوف اس يساوي لنا الكي والثيتا هي ثيتا اوف اس. هنا الترانسفير فانكشن اللي هي تي اوف اس على ثيتا اوف اس يساوي لنا كي. هذا بالنسبه لمن؟ بالنسبه للسبرنج الحاله الاولى. فاذا انا احفظ القانون مالته هذا تي اوف تي التورك الكي في الثيتا او دي ثيتا احنا قلنا تصير متغيره. اوكي الان راح ناخذ الدامبنج. شو يقصد بالدامبنج بالميكانيكال سيستم؟ الدامبنج راح اقصد بيه كان اشبهه يعني فشي يوقف الحركه او فشي شلون يعني يقيد الحركه كانما دبل السياره. زين فهنا عندي بالنسبه للدامبنج فانا ايش عندي؟ عندي الاف ايش راح يساوي لنا؟ الان نرجع بالنسبه للحاله الاولى اللي هي ترانسليشنال دامبر او اللينير دامبر. هذا هو شكل الدامبر. زين فباللينير دامبر ذاك هو الاف اوف تي تساوي الثابت مات الثابت البي في دي اكس على الدي تي. زين شلون صارت هاي الثابت في الدي اكس على الدي تي؟ فاجي هنا انا راح اذكر القانون مالتي. انا ايش عندي؟ عندي الاف ايش راح تساوي لنا؟ راح تساوي لنا الثابت مال دامبر اللي هو البي بايش اضربها؟ راح اضربها بالسرعه اللي هي في. اضربها بالسرعه اللي هي في. زين بما انه السرعه اف راح تساوي لنا البي في السرعة. شو تمثل؟ السرعة تمثل مسافة على الزمن، يعني تمثل ان دي اكس على الدي تي مسافة على الزمن. فإذا وصلنا لهذا القانون اللي هو الاف اوف تي بي في الدي اكس على الدي تي. مجرد يعني عند السرعة الاف هو ثابت مال دامبر بالسرعة. السرعة شو يمثل لنا؟ يمثل ان الدي اكس على الدي تي يعني مسافة على الزمن. اوكي؟ فبعدين احوله الى اللابلاس ترانسفورم. احوله اللابلاس ترانسفورم اف اوف تي يصير اف اوف اس. البي هو ثابت. هذا تعتبر كانما مشتقه لان يعني بالنسبه للزمن راح تكون متغيره بالنسبه للزمن. فاذا اذا مشتقه اولى احنا قلنا اس اس واحد في اكس اوف اس. هذا المتغير هو بالنسبه للاس اكس اوف اس. اذا الاف اوف اس على الاكس اوف اس راح يساوي لنا البي في الاس. هذا بالنسبه لللينير، هذا قانونه، بالنسبه لللينير احنا حافظين قانون اف اوف تي، اذا يعني ذكر بان هو دامبر وبحاله اللينير فاقول قبل الاف اوف تي تساوي البي في الدي اكس على الدي تي. ما لها هسه علاقه بتحويله لابلاس، اعوفها بس البي في الدي اكس على الدي تي. زين. انتقل اذا كان عندي بحاله روتيشنال، بحاله روتيشنال دامبر. انا من سلطت عليه عزم هنا، زين. راح يدور بسرعة مسافة راح يقطع في المسافة زاوية إله. زين أيضا نفس الشيء التورك ايش راح يساوي لنا؟ الثابت في السرعة، السرعة الزاوية. هذا هنا السرعة الزاوية فيساوي لنا الثابت في السرعة الزاوية ايش راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا المسافة الزاوية بالنسبة للزمن، مسافة الزاوية على الزمن، يعني دي ثيتا على دي تي. أوكي؟ احول هاللابلاس ترانسفورم تي اوف اس يساوي لنا الثابت هذا ينزل مثل ما هو، اذا هي مشتقه اولى فاقول اس
theater office. T of S على theater office ساون البي في الاس. هذا بالنسبة للروتيشنال. إذا ذكر لي الدامبر، إذا ذكر لي الدامبر فعنده حالتين، حالة اللينير وحالة الروتيشنال. بحالة اللينير فإذا هو الاف شو يساوي؟ راح يساوي لنا الثابت اللي هو البي ثابت الدامبر في الدي اكس على الدي تي، في الدي اكس على الدي تي. زين، واذا كان روتيشنال اذا هو الثابت في الدي ثيتا على الدي تي. اوكي، اروح للجزء الثالث اللي هو الماس. هنا عندي الكتله الماس. ف بالنسبه للماس بالميكانيكا سيستم، زين، يقول the force to accelerate يعني القوة للتعجيل a body is the product of the mass and acceleration. احنا قانون نيوتن شو يقول؟ يقول الكتلة في التعجيل، الاي هو الاكسلريشن. يعني قانون نيوتن هنا كمراجعة نكتبه، هذا قانون نيوتن شو يقول؟ يقول force قوة شو يساوينا؟ يساوينا الكتلة اللي هي الماس في التعجيل في الاكسلريشن اللي هو الاي التعجيل. واضح؟ زين، بعد ايش راح يكون عندي؟ راح يكون عند الاف، الاف اوكي، هنا ذكرنا الفورس يمثل الكتله في التعجيل. زين، بنفس الوقت الفورس شو تساوي لنا؟ راح تساوي الكتله تنزل في التعجيل. شو يمثل لي التعجيل؟ راح يمثل لي هنا السرعة على الزمن، يعني دي في على دي تي، دي في على دي تي. فإذا احنا ذكرنا الكتلة، اللي ذكرنا الفورس يمثل الكتلة في التعجيل. التعجيل يمثل شنو؟ السرعة على الزمن. زين، السرعة شو تساوي لنا؟ الفي. الفي شو تساوي؟ تساوي المسافة على الزمن، يعني دي اكس على الدي تي. إذا الفورس ايش راح يطلع؟ القانون مالته ايش راح يساوي؟ الماس هي ثابتة في في، راح يصير عندي هنا شنو؟ دي، انا اذا ذكرت الماس هذا راح يروح الدي في على الدي تي. الفي شنو هي؟ دي اكس على الدي تي. دي في الدي هنا دي تربيع الاكس على الدي تي، تربيع دي تربيع الاكس في دي تربيع الاكس. يعني كأنه هاي دي تربيع الاكس على دي تي تربيع. اوكي، هسه اذا احد ذكر قال شلون طلعت ان الفورس، الفورس تساوي ان الماس في دي تربيع الاكس على دي تربيع. انا عندي الفورس شو تساوي؟ تساوي ان الكتله في التعجيل. التعجيل شو يمثل؟ مثل السرعه على الزمن. السرعه شو تساوي؟ التعجيل شو يساوي؟ السرعه على الزمن. زين، السرعه شنو تساوي؟ تساوي المسافه على الزمن. فاذا هنا ايش راح يصير؟ دي تربيع الاكس على دي تي تربيع. اوكي، فإذا وصلنا، إذا ذكر لي الماس، إذا ذكر عندي الماس فهذا القانون اللي هو راح يكون ثابت إلي. هذا القانون هو ام دي تربيع الاكس على دي تي تربيع. بقى تحويلة لابلاس احنا أخذناها كمراجعة بالمحاضرة اللي قبلها. اف اوف تي هو اف اوف اس تساوي الام تنزل، ما دام أنا عنده مشتقة ثانية إذن اس اس 2 اس تربيع اكس اوف اس. زين، إذن اف اوف اس على اكس اوف اس تنزل الام في الاس تربيع. هذا اذا كانت حاله ترانزيشنال اللي هي حاله اللينير، هاي عند الماس بحاله اللينير. اوكي، ننتقل اذا كانت بحاله الروتيشنال. اذا كانت الماس بحاله الروتيشنال، زين، بحاله الروتيشنال هنا التورك يساوي لنا جي الدي دبليو على دي تي، يساوي ان جي في دي تربيع ثيتا على دي تي تربيع. اوكي، ايش يذكر هنا؟ راح يذكر هذا باعتبار هو الثابت. زين،
يعني كأنه هذا شلون يعني الماس هذا اللي مو ثابت، العفو، هذا كأنه مثل يعني الكتلة، بس رامز لها هنا بهذا الرمز. في هنا عندي السرعة الزاوية الدي دبليو على الدي تي اللي هي السرعة الزاوية، زين. فالسرعة الزاوية بالنسبة للزمن شو راح يساوي لنا؟ السرعة راح يساوي لنا الإزاحة على الزمن. ال W شو يساوي لنا؟ إزاحة على الزمن. الإزاحة الزاوية هي رمز لها احنا ثيتا، فبصير دي تربيع ثيتا على دي تي تربيع. أوكي، هاي السرعة تساوي لنا الإزاحة على الزمن. السرعة تمثل للإزاحة، هذه هي السرعة، هذا ال W هي السرعة. يعني أنا كأنه ما عندي الماس في السرعة في التغيير بالنسبة للزمن، السرعة. زين، اذا السرعه عندي شو تمثل؟ تمثل ازاحه الزاويه بالنسبه للزمن. فلما ما اضرب الدي في دي صار دي تربيع ثيتا على دي تي تربيع. فاذا اذا اعطاني التورك وكانت يعني هي الماس بحاط روتيشنال، فاقول هنا جي في دي تربيع ثيتا على دي تي تربيع. طبعا اقصد هنا بالجي يعني اللي هو كانما شلون اخذنا الماس اللي هو مات الجسم. زين، اذا التورك ساوينا جي حول اللابلاس ترانسفورم، جي في الاس تربيع ثيتا اوف اس. اوكي، هاي بالنسبه للميكا الروتيشنال، الماس بحاط الروتيشنال اخذناها قاعده. فاذا كقوانين هنا بصوره مختصره، اذا كانت عندي كتله، اذا كان عندي ماس موجود بحاله اللينير اقصد هنا، فاذا قبل اقول الماس في الدي اكس تربيع على الدي تربيع الواي، قبل ماس في الدي اكس تربيع على دي تربيع. زين، اذا كان عندي مثلا دامبر موجود وبحاله لينير، فاقول الثابت مالته في الدي تي على الدي في الدي اكس على الدي تي، دي اكس بالنسبه للدي تي. اذا كان عندي طبعا هو مجرد هاي تغيير بالرموز ما له علاقه بها، بس كفكره يعني انا اذا كان عندي الماس فهي اضربها بالمشتقه الثانيه، دي اكس تربيع على دي تربيع بالنسبه للواي. زين، اذا كان عندي مثلا دامبر فاقول دي الدي تي على الدي واي اذا كان بالنسبه للواي. اذا عندي مثلا بس سبرنج فراح اقول مثلا ثابت في الاكس، كي في الاكس. اوكي، هاي قوانين ثلاثتهم. هنا راح اجي اخذ المثال الاول حتى افتهم شنو راح يصير عندي. فهنا ذكر عندي اكزامبل، اول اكزامبل راح ناخذه ذاكر بالهذا بأنه هو ميكانيكال سيستم عندي موجود بهذا الشكل. قال اعتبر اليو اوف تي هي القوة اللي داخله والواي اوف تي هي الاوتبوت، اكسترنال اوتبوت يعني عفوا اللي مسلط قوة باليو اوف تي تعتبر الانبوت تو ذا سيستم، واللي راح يقطع فد ديسبيسمنت هي واي اوف تي اوف ذا ماس از ذا الاوتبوت. ذاكر لي بان هو السيستم هنا، ذاكر بان هو لينير سيستم، طالب من عندي شنو؟ طالب من عندي ترانسفير فانكشن اللي هو الواي اوف اس على اليو اوف اس. زين، انا ايش راح اباوع هنا؟ هنا أنا موجود عندي سبرنج، زين، هنا موجود عندي ماس، هنا موجود عندي شنو؟ الدامبر. يعني اذا ثلاث شغلات موجودات بهذا السيستم. اوكي، هنا عندي هاي اليو اللي القوه اللي داخله، فأنا ألاحظ أي جسم أسلط عليه قوة راح ينطيني قوة بعكس الاتجاه، يعني كأنما يعيق القوة المسلطة عليه. زين، فإذا أبدأ أحل هذا السؤال، أبدأ أحل السؤال مالتي، فأقول مجموع الانبوت فورسز يعني السميشن مال القوة اللي داخله ناقص سميشن الاوتبوت فورسز راح يطلع لنا زيرو. أوكي، فأجي بالنسبة للانبوت القوة اللي راح تكون داخله، أنا القوة الداخلة راح تكون موجبة، يعني أنا من أدخل قوة اليو أوف تي راح تكون موجبة، لكن البقية إيش راح ينطني بعكس الاتجاه. فإذا يو أوف تي راح تكون موجب، أنا كأنه هسه ما موجود هذا ما موجود قدامي، فأقول يو أوف تي ناقص عندي هذا الكي، الكي راح يقطع إحنا بالنسبة للسبرنج. قلنا الاف يمثل الكي في الاكس، الاكس هي المسافه، فالمسافه هو مطيني اياها، قال واي اوف تي ديسبيسمنت هي واي اوف تي، فاقول ناقص كي في الواي اوف تي، زين، ناقص الام اللي هي الماس او الكتله، قلنا الدي تربيع الواي على الدي تي تربيع. اوكي، ناقص اجل الدامبر اللي هو البي،
الدامبر، وقلنا هو في الديوا بس مشتقة أول الديوا على الديتي. زين، فأنا قلت ليش يعني هنا أنا ليش ذكرت بأن هو ناقص؟ أنا فقط اليو أوف تي اللي هي الداخلة هي قوة، بس هي هاي داخلة القوة، البقية كلهم راح يكون بعكس الاتجاه ينطوني. زين، فإذا ثبت اليو أوف تي وأنقل البقية بالاتجاه الثاني راح يكون موجبات. زين، يعني كأنه أثبت الانبوت فورسز وطلع الاوتبوت فورسز القوة الخارجة، يعني كأنه ما هذا راح يكون القانون، هاي الداخلة موجبة يو اوف تي والطالعات راح يكون الموجبات، ذن طبعا راح يكون الموجبات. زين، فإذا آخذ اللي هنا وصلت المعادلة مالتي، آخذ لها لابلاس ترانسفورم، كي ثابت واي اوف تي يصير واي اوف اس، زائد الام ثابت مشتقة ثانية يعني اس تربيع في الواي اوف اس، زائد البي أيضا كونستانت في ال S Y of S يساوي ال U of S. بعد أكو بيها في الترتيب المعادلة هو طالبون عندي، طالبون عندي ال Y of S على ال U of S. أوكي، فإذا أطلع ال Y of S عامل مشترك يبقى ال K زائد ال M S تربيع زائد ال B S، وهنا ال U of S ثابت. فإذا ال Y of S على ال U of S اللي ويا ال Y of S راح يصير بالمقام، وهنا أنا هذا واحد. هذا المثال الأول اللي أخذناه طلع لنا ترانسفير فانكشن اللي طالبها من عندي بالسؤال. فأرجع كمراجعة بسيطة للسؤال مالتي، جيت الإكزامبل المطينية قال أول شيء هذا السيستم اللي موجود عندي، لاحظت بالسيستم أكو سبرينج، أكو ماس، أكو دامبر. زين، رجع إيش قال لي هنا؟ قال لي أفرض بأن السيستم هو لينير، هذا أفرض بأن السيستم هو لينير معناه راح أطبق قوانين لينير. قال انا سلطت قوه اللي هي يو اوف تي، اذا هاي بس هي الانبوت فورسز اللي داخلت اليو اوف تي. قال راح يتحرك السيستم مسافه عنده اللي هي الواي اوف تي او الازاحه، فاذا هاي بس هي القوه الداخله اليو اوف تي، فاذا عند القوه الداخله يو اوف تي. ثاني اذا اسلط اي جسم اسلط عليه قوه، زين، فهو راح يعطيني بالعكس، يعطيني قوه ثانيه راح تكون بعكس الاشاره. فإذا أنا سلطت هنا الـ U of T راح تكون بقية القوة عكس الإشارة. أو أكو أحد ثاني يقول لا، مجموع summation مالت الـ input forces ناقص الـ output forces راح يساوي لنا صفر. زين، فإذا عندي أنا هذه هي الـ input forces الـ U of T والبقية راح تكون هي output forces. فإذا جيت الـ input forces الـ U of T إذا حسب قانون اللي قلت البقية راح تكون عكسه، فأجيت للسبرينج، فإذا أذكر أقول ناقص الـ K في الاكس، الاكس احنا قال هو بالسؤال واي اوف تي سميها. زين، جيت للام فاقول ام ناقص الام في دي تربيع الواي على دي تي تربيع. بالنسبه للدامبر الكونستانت في الدي واي على دي تي، بعدين نقلتهم بالاتجاه الثاني صار الموجبات. فاذا اخذها لابلاس ترانسفورم طلعت لي بهذا الشكل، بعدين طلع العامل المشترك، يعني طلعت الواي اوف اس عامل مشترك، بقت منها كي زائد ام اس تربيع زائد البي اس، وهنا اليو اوف اس. بعدين اخر شيء طلع ترانسفير فانكشن يطلبها بالسؤال هي الواي اوف اس على اليو اوف اس. زين،